انا عاود نقول لك المره الثالثه، انا واعدتك ياكي ولكن امك اللي ما وفاتش بالوعد، مازال كتكذب، مازال زايده فيه هي وباباك جالسين حدا بعضياتهم وكيكذبوا، والمغرب كامل شاف بانه الفيديو على بنتي ياكي. انت اصلا ما تايقاش وما عرفتش شنو قال لك راسك ولا هذا، راه اصلا ماشي انا اللي قلبت عليكم، راه نتوما اللي قلبتوا على مرتي وانتوما اللي اتصلتوا بيا ولقيتوني بنت الناس، ما رديتش لكم في الوجه، هضرت معاكم واخا نتوما اذيتوني، هضرت معاك بكل احترام، ياك انت اذيتيني ومن طلعتي معايا هضرت معاك بكل احترام، وقلتي واحد الهضره ما عجبتنيش وانا نهبط من الابيل، ما عاودتش طلعت معاك. تعيطت لي بنتك بوحدها، قلت لها اللي غنطولوا ونقصروها اختي، ماماك دير لي اعتذار رسمي لبنتي. ولكن اش دارت ماماها الخط، طلعت وكتقول انا كنعتذر ولكن داك الفيديو ماشي ما درتوش على حساب دينا. ويلي، وكتحلفي بالله ما درتيش على حساب دينا، حنا راه ماشي دراري صغار، ورا الناس راه ماشي راه جيتي لأذكى شاب في العالم، راه كيعرفوه هي طايره، راه كيعرفو النمله من كتولد، وتجي تحكي علينا وتضحكي عليا. دخلنا عليكم بالله اخوتي اللي قلتوه لي غادي نديرو، نتوما دابا الكره كلشي بيديكم، دينا بنتكم، دينا ماشي بنتي بوحديتي، دينا بنتكم وبنتنا كاملين، اللي قلتوها ليا غادي نديرها. واش هاد السيده بغيتوني نتنازلها ولا ناخذ حق بنتي؟ انا اللي قلتوه ليا اخوتي غادي ندير.